ولا خليها في الارض حبه. يلا يا معلم. اهو يا معلم يلا. هو ده يا معلم. يلا يلا يلا. ها ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه اللي جايه دي، ابو ربيعه اللي جايه دي يا معلم اهي. اكو كبير اهو، اكو كبير اهو يا ناس، يا ناس يا ناس. اهو يا معلم، يا بركة دعاك يا ابو الغوالي. هو ده يا معلم، يا معلم اهي. مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده؟ كرشينه تلعبوا ميسر؟ ميسر ايه يا شيخ حسن يا اوفر؟ بس بقى يا شيخ حسن، ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن؟ مالك ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا ميسر؟ الواحد حظه ماشي والكومي ده اهو. حلوه يا ولا، حلوه يا ولا. ايه ده حكي ليه؟ ده كومي؟ اه انت حرامي، انت بتلعب من كومك. الكومي نزل قبل كده يعني غشاش وعبيط. دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود، ده حرامي رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهامي. يا نهار اسود بقى هتعمل ايه؟ مش تتكلم بقى كل شويه. انت بتتكلم في وشك ليه؟ نصاب. بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف. شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهو، هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد، العبوا حاجة تعملوا فيها مخكم، شغلوا فيها دماغكم، مش أي حاجة كده. إيه ميسر يا أخي، العبوا استيميشن مثلا. استيميشن؟ تحس تقول لي شيخ حسن أنت بتعرف تلعب استيميشن؟ أعرف ألعب استيميشن، ده أيام ما كنت في السجن. ما تفكرنيش يا حسام. إيه يا سلام، كانوا الظباط يبدلوا عليا لما بطشيع عشان ألعبهم استيميشن. انت بقول لك على حاجة؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل انت راجل هلال. العب يا اخي بقى، العب 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 يلا العب وريت. قول لي كويس ماشي. لم نفسك. انت هتقعد لي تعني في الاوضه كتير كده يا شيخ حسن؟ بقى ده عدل يرضي ربنا؟ الدور على حسام. انا لا ابراهيم ولا حسام ولا اي حد. وتهامي نزل قال لي خمس دقايق وبقى له نص ساعة. ابعتوا لي أي حد، شوف لي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهد. يا جماعة ابعتوا لي أي حد عايز أنزل أشم شوية هوا، حرام عليكم بقى. أوه بلاش خوت. خليك معايا، شكله جه. ناس تصيع، واحد يقعد جنب الشرطة يخدمكم بقى إن شاء الله. عامل إيه؟ أنا الحمد لله تمام والله. إيه؟ يا حسام! إبراهيم يا عبد الجليل! الحقوني يا جدعان! الحقوني! أيوه! في ايه؟ ايه الصوت ده؟ صوت ايه؟ زهر؟ بص بقى، احنا هنطلع من هنا نقعد في مكان هادي. مكان اهدى من كده؟ لا لا، مكان هادي هادي خالص، ما فيهوش صريخ ابن يومين. ها ونقعد بقى ايه قدام بعض كده، ما نتكلمش، نبص لبعض بس. للدرجه دي بتحب الهدوء؟ انا بعشق الهدوء، خصوصا لما اكون مع حد بحبه. We'll be right back.
يا عدو. يا حضر الضابط، انا ناجي عطله دبلوماسي سابق، ودي الدكتوره كاميليا خطيبتي ومن الامم المتحده. انتوا كده بتضيعوا وقتكم وبتضيعوا وقتنا كمان. يا فندم احنا ناس لينا وضعنا، انا مش فاهمه انتوا بتحققوا معانا ليه، احنا ضحايا. استاذ ناجي ارجوك ما تعصب، هي اجراءات بتعرفها حضرتك منيح. طيب عرفنا ان الدكتوره كاميليا اجت على الشام لتحضر الندوه بالسفاره، بقدر اعرف حضرتك شو عم تساوي هون بسوريا؟ انا نعم انا جاي هنا ومعايا فريق التايكوندو بتاع مصر، عامل لهم معسكر هنا في سوريا. اسف استاذ ناجي، مو موجود عندي بالسجلات لا دخولك ولا دخول الفريق اللي عم تحكي عليه. بقدر اعرف كيف دخلتوا لهون؟ احنا كنا في لبنان وجينا بالطريق البري. يا اخوانا شافونا ابو القاسم ولا شافونا ابو حسين ولا شافونا ابو اي حد، ان شاء الله توصل لابو مازن. لو ما لقيتوش ابو مازن هات ابو تريكه. السلام عليكم. اهلا اهلا ابو القاسم. اهلا ابو علاء، كيفك؟ ايه يا ابو القاسم، كنت فين؟ دوختنا وراك، لسه جاي دلوقتي؟ اهلا وسهلا يا استاذ ناجي، انتوا نورتوا الشام. منوره باهلها، بس عليها النعمه ما انا بايت فيها. احنا كلنا هننزل مصر دلوقتي حالا، ان شاء الله ماشي. شو نصب علاء؟ أبو القاسم، نحن ما وجهنا أي اتهام لا إله ولا حتى للجماعة، بالعكس هدول ضيوف عنا بالبلد، بس لازم نعرف شو الموضوع.
لأنه كانوا بالسفارة وقت الانفجار. يا أبو علاء، الأستاذ ناجي عطا الله من أهم رجال البزنس بالوطن العربي كله. للمقاومة.